للعصر أربعا، زول أذن الأذان أو العصر جاء وقبل ما يصلوا صلاة العصر صلى ركعتين وسلم وتاني ركعتين وسلم، صلى أربع ركعات، ده من أسباب نيل الرحمة. وهنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور إذا قام به العبد فإنه يدخل الجنة برحمة الله تعالى. عشان كذا يا جماعة كلنا الواحد فينا يحرص يقوم بالأمر ده. ما هو الأمر؟ قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم، أي القلوب، مثل أفئدة الطير. المعنى الأول الذي ذكره النووي رحمه الله متوكلون. ومعنى التوكل اعتماد العبد على الله تعالى، زول بقلبه يعتمد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. الزول يعتمد على الله ويفوض أمره لله سبحانه وتعالى، أن النفع بيد الله وأن الذي يملك الضر أو الضر الله سبحانه وتعالى. والزول لما نعاهم في نصوص الكتاب والسنة بلقى الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم يتوكلون على الله تعالى ويعتمدون عليه. المثال الأول موسى عليه السلام، أيوة سيدنا موسى عليه السلام، الناس اللي هو بنو إسرائيل خرجوا معه لما أمره الله تعالى أن يسري ببني إسرائيل بالليل، خرجوا معه فرارا من فرعون وطلبا للحق، وهم مهاجرون إلى الله سبحانه وتعالى ومتبعون نبي الله موسى عليه السلام. بعدين لما مرقوا بالليل وفرعون سمع بهم ومعه هامان والجنود وتبعوهم حتى جاءوا إلى البحر، بقوا قدامنا البحر وراهم فرعون، يعني تخيل ناس آمنوا قدامنا البحر وراهم فرعون، يعني يا تغرق يا يقتلوك، يعني فرعون جاي دار ينتقم منهم. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فرب العزة والجلال ذكر عنهم أنهم قالوا لموسى عليه السلام، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص النازل لحقونا والموضوع ده انتهى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وده موقف عظيم يدل على شدة توكل وكمال توكل موسى عليه السلام على الله سبحانه وتعالى. قال كلا إن معي ربي سيهدين، والله سبحانه وتعالى نجاه، لأن الله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه، يتوكل على الله بكفيه تماما، يرحمك الله. موسى عليه السلام لما قال كلا إن معي ربي سيهدين أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل. ونجى الله تعالى موسى ومن معه من المؤمنين وأهلك فرعون. لو موسى عليه السلام مشى بالجنب الثانية ومعاول بنو إسرائيل بقى موسى عليه السلام بضرب في البحر، فقال الله تعالى واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. ذل خلاص انتهوا، ذل ماتوا في الدنيا دي انتهوا. فلذلك يا جماعة إنسان يعتمد على الله تعالى. الموقف الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار في صحيح البخاري ومسلم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. نازل واقفين، وهذا في باب الغار، وأنا شايفين رجليون، لو بس واحد دنقر بيشوفنا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ عشان كده رب العزة والجلال قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله نجاه سبحانه وتعالى. الموقف الثالث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، إبراهيم عليه السلام خرج من بيته ومعه زوجته هاجر عليها السلام، ومعهما إسماعيل عليه السلام وكان صغيرا، وخرج بهاجر وإسماعيل عليهم السلام جميعا إلى دوحة في مكة، ووضع هاجر وإسماعيل عليهم السلام في الدوحة، ومعهما تمر وماء، ورجع، والحديث ذا في البخاري، ورجع. لما راجع وراكب الفرس بتاعه وهاجر عليه السلام، شوف شوف المرأة دي عندها إيمان قدر كيف، وهاجر عليه السلام خلفه وراكب الحصان وماشي وهي وراه، وتقول له: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذه الدوحة؟ محل ما فيها زول، أيوة خلا، إلى من تتركنا؟ وهو لا يلتفت. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ أنت الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. شفت الكلمة دي تدل على الإيمان عند هذه المرأة عليها السلام. إذن لن يضيعنا، وفعلا ما ضيعنا. التمر كمل والموية كملت وبقت تطلع الصفا، تشوف في ناس جايين ماف، تاني تنزل تمشي المروة، تاني الصفا، سبعة أشواط، سبع مرات. في النهاية جات راجعة، وجبريل عليه السلام، وما حدث من الكرامة المعروفة إلى يوم الناس هذا. ماء زمزم أخرج الله هذا الماء، وده كله يا جماعة الاعتماد على الله تعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن أحوج ما نكون لهذا الأمر، والبيشوف حالنا بيشوف المفارقات بيننا وبين الناس ديل. ديل لما تجينا الكربة بيلجوا إلى الله، نحن لما تجينا الكربة بنفر للخلق. أزول لو قروشه فقده طوالي: يا فلان أنا فلست، ويا فلان كذا ويا كذا. والله قال في القرآن: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الرزق عند الله سبحانه وتعالى، الجنة عند الله، أي شيء عند الله سبحانه وتعالى. نعتمد على الله. زول داير جنة يلجأ إلى الله. قال سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي شنو؟ عاقرا. نبي قال: وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. من لدنك أي من عندك يا الله، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الدار جنة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما يمشي ليزول، ما تمشي لفلان تقول لا أنا دار جنة، ولا المرة سنتين ثلاثة ما ولدت تقول ماشي شيخ فلان بالديني جنة، شيخ فلان نحن والله لا ننبي الزول ولا ذا النسيء ليزول ولا كذا ولا كذا. لكن أي زول يا جماعة عنده منزلة، في النهاية ده مخلوق، والبد الخالق سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، في ناس الله بيديهم بنات بس، ويهب لمن يشاء الذكور، ناس بيديهم ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا،
هذا بديهم بنتين ولدين، ثلاثة بنات، أربعة أولاد، وهكذا. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. جاءت الكربة، الله ذكر لك سبحانه وتعالى في القرآن قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف الكربة دي تعالج بالتوحيد. زول نبي من الأنبياء يونس عليه السلام في ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، كلها ظلمات، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله سبحانه وتعالى قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لأن الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يا عكرمة ابن أبي جهل قبل ما يسلم ركبوا البحر ومرقوا هاربين من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لما نوصلوا نص البحر والموج لاطخ السفينة والرياح وخلاص قالوا ده الموت، قال الراوي قال: قام كبار المشركين، كلام ده ذكره النسائي وذكره الطبراني، قال: قام كبار المشركين يستغيثون الله تعالى، كفار في البحر: يا الله نجينا. قال: وعكرم جالس يقول: يا اللات ويا العزة ويا منات ويا هبل. قال: فصفعه أحد المشركين، واحد من الكفار ضربه في راسه، وقال: يا هذا أنت جديد في ديننا؟ قال: وما ذاك؟ قال: هنا لا ينفع إلا الله. الله قال لنا احنا كفار، لكن البحر ده حق الله وهيجوا الله وبيهدي الله بس. قال لي: قال هنا لا ينفع إلا الله. لا تبر، قال له إن في البحر ده تاني ما بالحق. قال: إذن علام الخلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال لنا احنا مختلفين معه في جنوبها، قال اعتقدوا في الله سبحانه وتعالى. قال: لله عهد علي لئن نجاني الله من هذه لأسلمن ولو بايعن محمدا صلى الله عليه وسلم. عهد لله علي لئن نجاني الله من هذه لأسلمن ولو بايعن محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما نجاه الله أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. شكا الله قال في القرآن سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك سفينة دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أزول في البحر ينجاه الله، يصل القيفة تاني مش لغير الله سبحانه وتعالى. شكا يا جماعة العبد يقين كله في الله وعقيدته تكون في الله صحيحة، والعبد توكل على الله واعتماده على الله سبحانه وتعالى، لا تعتمد عليه شيخ ولا على حجاب ولا على كمون. وده شايف انه كثير في اهلنا يا جماعة وفي غيره. المرأة اللي دولها طفل الله حافظه 9 شهور في بطن المرأة، امرك برا يلبسوا كمون، تقول لهم ده شنو يا جماعة؟ يقولوا ده بيحفظ من العين. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى في القرآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كذا سمعت واحد يتكلم كان في الحاج يوسف، قال في واحد سايق حماره وماشي البلدات، قال لاقى واحد ذاك بيسوي حجبات اللاقاو ده، قال له: اسمع انا دار اسوي لك حجاب العقرب ما تطقه، قال له في البلدات اقول لك. وذاك ذكي السائق حمار، قال له: والله العقرب دي
من حماردة مع نازل، كان أصله بتطوق شيء بتطوق حماردة، كان في حجاب لبسه للحمار ده أنا ما نازل غايته. قام قال له الحمار بيحفظه الله. طيب قال له حفظ الحمار أنا ما بيحفظني، والحمار حفظه. والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واحد كان معانا في البلد، نحن في رفاعة، دار يمشي مدني أجرته في الطريق، لقى ثلاثة نسوان خشن على قبة، وقف قال له بتاع اللتوز لف لف على المغابر دي خش. قال دخلت جوا القبة، قال لقيت مرة ساجدة والله الذي لا إله غيره جوا القبة، والثانية قاعدة دي ما عارف دار يعلموها ولا جديد، المهم قاعدة ساي. والثالثة قال بتقول له يا شيخ أنا جيتك كم مرة ولسه شغلتي ما قضيت لي. قال قلت لها يا مرة واعظة هسا يا جماعة انكسار زي ده، لو الزول انكسروا لي الله ما بديه. يا أخي رب العزة والجلال قال لك في سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه، قال ثلاثة كلمات، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وذاته الآن بذل بعرفه يدعو. شوف الزول لما انكسر لأ الله تب ويخضع له ويتضرع له، قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فنحن والله الذي لا إله غيره قصدنا للناس يبقوا أنصار سنة ولا يبقوا وهابية ولا يبقوا صوفية ولا يبقوا أنصار مهدي ولا يبقوا أخوان مسلمين ولا يبقوا جماعة من الجماعات، الناس دي تبقى على الإسلام الصحيح الجبيه والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة. لأن زول في قبره بيسألوه من ربك؟ الله. ما دينك؟ الجواب شنو؟ الإسلام. ما في حاجة تانية. دي الباقيات دي كلها جبناها برانا. والله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والزول لو قابل الله بالإسلام ده براو الله بنجيه. الزول يا جماعة يجتهد في الطاعة ويحسن ظنه بالله تعالى ويلجأ إلى الله ويتضرع لله سبحانه وتعالى، عشان لما يجيك الموت تقدر تقول لا إله إلا الله لأنك كنت على الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عشان لما تخش قبرك يسألوك من ربك تقدر تجاوب، لأنك في الدنيا دي كان عقيدتك في الله تمام. ولما تمشي القيامة، قال أبو العالية من التابعين قال سؤالان يسأل عنهما الناس أو الخلائق يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ موحد بيقول الله سبحانه وتعالى. ماذا أجبتم المرسلين؟ صدقنا أخبارهم واتبعنا أحكامهم. هذا الله بنجيك سبحانه وتعالى. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. لذلك الإنسان تكون دعاقيته في الله صحيحة ومتوكل على الله. أما المعنى الثاني قلوبهم رقيقة دي واضحة، زول يكون عنده رحمة بالمسلمين، رحمة بالضعفاء، يذكروا بالله تعالى يتذكر، ذكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن يتغمدنا جميعا برحمته سبحانه وتعالى، ويجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سور متقابلين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.